عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نلقاكم بخير وبصحة وعافية. كما عودتكم إن شاء الله دائما بالما قبل بالوصفات الجديدة والوصفات القديمة اللي ما نقدرش نستغنوا عليها. اليوم جبت لكم وصفة يعني والله العظيم من كبرت عليها الوصفة هذه ونموت عليها كبير وصغير. الوصفة هذه هي غراتان تاع البطاطا، يعني نحتاجوا في الوصفة هذه غير بطاطا ونضيفوا لها اشياء باش يعني تجي بنينه بزاف بزاف بزاف. وتكونوا عرفتوها البنات الوصفه هذه، يعني يا بنت للعائله الجزائريه كامل طيبوها. لكن هاد المره انا قلت علاه ما نحيش هاد الوصفه ان شاء الله ونوريها لكم في فيديو. فوالا كيما شفتوا لهنا انا عندي بطاطا اللي قصيتها بها على هذا الشكل رقيقه خلاص، هكذا ما تكون عندكم وحده هكذا ممكن تقصوها في العرض. هذا باش نبداو الوصفه تاعنا. نقص البطاطا على هذا الشكل دائري، من احسن تخيروا البطاطا اللي تكون فارم، يعني البطاطا اللي ما تكونش هذيك الفارينوز اللي فيها تجي تشوف تطلق اللي ديروا بها لابوري، من احسن يعني تكون ما هكا تكون هذيك الحمراء باش تجي بنينه. فوالا غير نحاولوا نقصوها على عندها لاباري باش تقص البطاطا تستعملها باش تكون يعني رقيقه لدرجه ان نشوفوا منها هكذا الضو، تكون هاكم تشوفوا ترونسبارونت. هذه هي الطريقه اللي راح نقصوا بها البطاطا. هنا المقادير اللي راح نستعملوهم ان شاء الله. هنايا انا عندي ياغورت بيضه ناتوريل، بيضه روز ياغورت ناتوريل اللي راح ندي منها شويه، ولا هنا كيما تشوفوا لهنا حليب كاس كبير تاع الحليب، ملح، فلفل اسود وزبده. هذو هما المقادير تاع الوصفه تاعنا. ممكن في هذه الوصفه تضيفوا المعدنوس، انا المعدنوس راح نضيفه في لافان، مانيش حابه نطيبه دوكا ونحرقه. اول حاجه ندهن لهنا البلا تاعي، ندهنو بالزبدة. صدقوني البنات هذا البلا هذا ولا هذا الكراتان تقدروا ترافقوه مع كامل يعني الوصفات تاعكم، يعني تقدروا تطيبوا معاه تاكومبانيوه مع الليستاك مع البولي مع الجاج، يعني كي طيبوه روتي مع اي وجبه ممكن حتى تاكلوه غير مع سلطة، راهو يعني فيه بركه وربني بزاف. تقولي انا قلت عليها في ما نوجد لكمش هذه الوصفه. الزبده ماهيش دايبه شويه مازالها هكاك يابسه، ماشي مشكل. فوالا لهنا ندهنا البلا تاعنا، المهم تكون شويه دايبه الزبده باش هنا راح نحط الفلفل الاسود ونخلطها كامل هنايا قبل ما نحطها في البلا. هذا الفلفل الكحل راه يعطيها بنه للبطاطا. نضيف لها الملح قبل ما نحطها في البلا. فوالا هكذا ونبدا نعدلها في البلاطو. ممكن تحطوها هكذاك عشوائيا، بصح كي تكون بطاطا كي تكون معدوله غادي تدخل فيها هذيك من بعد لاصوص راح نحطها وتطيب مليح. فوالا راكم تشوفوا كيفاش جات كامله رقيقه، ما يهمش الحجم تاع البطاطا. لهنا البطاطا اللي بقات لي كامل جبتها استعملتها، لقيتها وصفه تهنيت منها، كانت باقت لي الكبيره الصغيره كامل جمعتهم مع بعضهم. والله الوصفه هذه البنات راهي صح يعني ما نقدروش نستغناو عليها، حتى الانسان يسافر ويباعد يبقى دائما يستعملها. ومن بعد يبقى هذاك الطبق الفرنسي اللي يشبه لها بزاف اللي نقدروا ندهنوا البلا تاعنا الكراتا دان فينوا، اللي تقدروا تدهنوا لو بلا بالثوم، تدهنوه بيان بالثوم تفتحوها هكذا في الوسط تنحيو منها هذاك الخضر اللي بداخل لا راسين تاعها هذيك تنحيوها وتدهنوا البلا باش تبقى من بعد بارفومي. هنا لهنا الطبق هذا راح نحطوه مع الزبده ونخليه يطيب شويه في الفرن، وهما يحطوا ديريكتومون لا كريم ليكيد لا كريم لا كريم فريش، يزيدوها مع شويه تاع الحليب ويحطوها طيب كلشي مع بعضها مع الزبده. هنايا هذه الطريقه راهي مختلفه تماما باش ما يغلطوكمش. هذا الوصفه يعني راهي جزائريه الكراتان هذا تربينا عليه وكبرنا عليه، يبقى يعني بلا سامبل بمقادير يعني راكم تشوفوا بسيطه ماشي حاجه كبيره.
وتشوفوا لهنا حتى ان شاء الله نعمره كامل. هنايا نقدر نحط باش الزبده هذيك، نقدر نحط هنايا بالزبده ديسبارتو هذيك لي كوتي وطيب، نحط كيما هكذا فيه. هكذا باش الزبده كامل طيب من الداخل، ما نستناوش تذوب وتدخل الداخل، هكذا تجي سهله. نكمل نحط البلاك كامل نعمروا البنات ونعاود نولي لكم. فوالا راكم تشوفوا لهنا كملت تعدلته، ضفت له شويه تاع فلفل الكحل من الفوق. دوكا نحط عليه هكا لي طرونش تاع الزبده هنا باش البيت تاعنا باش يطيب مليح في الزبده الاولى، ومن بعد باش نكملوا الوصفه كامل. فوالا الطبق اللي يحتاج الزبده اللي فيه باش يطيب مليح من الاول. وانا الزبده هذه اللي راني نستعملها يعني دو، ماهيش الزبده هذيك اللي راكم تشوفوا لهنا، ماهيش الزبده هذيك اللي قويه. فوالا نحطها لهنا في الفور على 180 ديغري حتى 200، الوقت اللي تهبط شويه لتما نكمل الوصفه ان شاء الله ونوريها لكم. فوالا بعد ما يوليو هكذا تشوف البطاطا بدات هكذا طيب وتتحمر من الفوق وتطلع كيما هكذا، لهنا راح نضيف لها الخليط اللي هو يوغورت ناتوريل. بسم الله قيس ياغورت وحده تكون كبيره ولا وحده ونص، دانون ولا اللي عندكم، المهم تكون ناتوريل ما تكونش حلوه. ونخلط فيها الحليب، نخلط شويه مع لاكريم ديكيد ولا الحليب اللي عندكم. كي تكون عندكم غير لاكريم ديكيد ممكن تستعملوها بلا اليوغورت، يعني البيوت لهنا باش تكون عندنا صوص هنا ايبيس تكون هكذا ثقيله. نضيف لها شويه تاع الملح قليله، بس كان يكون ديجا حاطه الملح باش ما تجيش يعني باش يكون عندها شويه الكو. ونضيف لها معدنوس، المعدنوس هذا يبقى اختياري، ممكن تستغناو عليه وممكن تزيدوا لها شويه تاع الفرماج. انا هنا راح نحطها كيما راهي بالطريقه اللي مالفه بها، ونخلطها بيا ومن بعد نحطها على البطاطا وهي سخونه باش تشربها. فوالا هنايا كيما قلت لكم بطاطا سخونه نحط عليها، بسم الله. ونعاود نردها طيب في هذاك الحليب واليوغورت والياغورت كيما نقولوا. راهي والله العظيم البنات راهي تجي بنينه بنينه تاع الصح. فوالا شوفوا ديجا هكا وحدها راهي تشهي. ان فري غراتان ميزون كي كوت با شير، يعني راهو البري ما عندكم ما عندوش بري، يعني البري تاعو بالحوايج اللي كاين في الدار، يعني ما كاينش دار ما تخلى من البطاطا. فوالا نحطها في الفرن ونوري لكم كيفاش نقدمها ان شاء الله. هنايا البوت دوك تشوفوا من بعد هذيك اليوغورت راح ادينا واحد لاكوش من تكون غراتيني من الفوق، نشوفوها حتى تشرب يعني هذيك لاصوص كامل باش نحيوها. فوالا البنات هاو كي البلاو جي، تشوفوا ما شاء الله جاي يسخف كيما نقولوا حنايا بالباتنيه، يسخف يعني هايل ما شاء الله. فوالا نخليكم في امان الله، ودوكا تشوفوه في وصفه قادمه ان شاء الله اللي راح نوجدوا مع نحطوا مع البواسون، وتشوفوا ان شاء الله كيفاش وجد. فوالا نقول لكم بالصحه والهنا. بسم الله على بركة الله.